معانا دلوقتي من خلال زوم الأستاذ سامح ناصر، استشاري العلاقات الأسرية، واللي هنفهم منه أكتر عن موضوع حلقتنا النهاردة. أهلا بيك أستاذ سامح. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. عايزين نتكلم أكتر عن فوبيا الجواز. هو فعلا في فوبيا اسمها يعني فوبيا الجواز؟ اه طبعا بتبقى موجوده برضه فوبيا الزواج دي نفسها موجوده، بسبب طبعا هتلاقي بقى العادات والتقاليد، مصاريف الجواز، يعني بعض الحالات الفاشله، فبتلاقي ان في بعض الافراد سواء بقى اولاد او بنات، على فكره ان هي موجوده مع الاثنين، بتجيلهم فوبيا، هو خوف انا مش عايز اعمل الخطوه دي، يعني الخطوه دي مش مناسبه معايا، مش هعرف اعملها. اي بس انا عايزه افهم تمام. الفوبيا دي، يعني انا مثلا بشوف ساعات ان الشباب اللي خارجين من بيت في انفصال وفي طلاق، احيانا بلاقي الفوبيا دي بالزياده. بشوف الفوبيا دي مثلا في البنات اللي ابتدت تشتغل وهي صغيره، وبقى معاها فلوس، تمام. وبقت معاها كريدت كارد، وبقى معاها عربيتها، فبرضه ساعات بحس ان الموضوع ده ما بقاش من اهتماماتها، اهتمامها اكتر بالشغل وفلوسها وحياتها واصحابها وحاجات كده. يعني ايه اللي خلى الفوبيا دي تنتشر قوي في مصر اليومين دول؟ ما بصي هقول لحضرتك، يعني يمكن في البدايه فعلا ده مثال حلو قوي، ان في بيت في مثلا مشاكل، كان في انفصال وطلاق، مش عارف ايه، اب والام مثلا مش مستقرين ماديا، عندهم مشاكل حتى شخصيه ما بينهم كتير، وزعيق وخناق وضرب واهانات، كل ده بسبب فوبيا، ودي بقت موجوده كتير للاسف ايوه في المجتمع بتاعنا. البنت اللي بتبدا تشتغل بدري بدري، تقول لك طب ما انا اشتغلت وسافرت وجبت عربيه وعندي شقه وعندي عربيه وعندي وعندي وعندي، ده برضو زود الموضوع شويه. المصاريف بتاعت الجواز والغلاء برضو زود، عادات وتقاليد سيئه، مش هقول طبعا في مصر كلها، مش هنعمم، لكن في بعض الاهالي وفي بعض المحافظات مثلا، بالذات كل ما بنروح محافظات بره القاهره بتلاقي ان في عادات وتقاليد صعبه شويه في الجواز، فبقى كله من البدايه يسمع الكلام ده كله يقول لك لا وانا ليه اتجوز؟ يعني قصدك بقى اصبح الموضوع عادات وتقاليد في طلبات الجواز؟ في طلبات الجواز بس انا بالظبط. شايفه، والله بص يا سامح، انا شايفه ان بقت في بنات كتير متفهمه، يعني ممكن يقول لها مثلا جدا. ممكن نقعد في شقه قانون جديد، تقول له يلا، ممكن نأجر بيت صغير، تقول له اوكي. يعني ما بقوش الاهل مسيطرين، ما بقيناش احنا بنسيطر على اولادنا زي زمان، يعني اللي هو الله لا ينور المهر عليكي. كذا. ايوه فالشباب مع بعض انت بقوا متفاهمين اكتر. اديتي مثل حلو قوي، اللي هو فعلا موضوع الشقه الايجاريه، كان زمان لازم بيت مش عارف تملكه كام اوضه ويقول لك بالظبط. العفش يتقسم هنا وهنا، لكن دلوقتي بقت ايجار جديد ده العادي، يعني خلاص ما بقاش فيه شويه حاجات. البنات فعلا بقت تساعد كتير قوي في الموضوع ده، وبتقنع اهلها، يقولوا مثلا بالظبط لا يا بابا انا عايزه كذا، لا انا ما عنديش مشكله يا ماما في الحاجه الفلانيه، بداوا بالظبط. يساعدوا. بس العوامل الكتير اللي اتكلمنا فيها في الاول لسه موجوده، بقت في فوبيا، بقت لسه الناس خايفه، ولد او بنت، والبنت كمان تقول لك طب ما انا بعد ما اتجوز مش هيحصل ما بيننا مشاكل وانفصال، طب ما انا خليني في شغلي احسن، طب ايوه ليه اتجوز واتطلق؟ يعني ايوه ليه وخاصه المجتمع لسه برضو في حته شويه اللي هي ايه، لقب مطلقه ده متضايقين منه شويه، مع انه ما فيهوش حاجه، واحده جربت حياتها وما حصلش نصيب، ايوه لكن صح. تلاقيها فتقول لك ليه اتجوز واطلق، والراجل يقول لك طب وليه انا اصرف بقى الفلوس كلها وبعدين ارجع اطلق برضو، ليه فخايفين ليه من الاول. حاطين دايما حته الطلاق قصادهم؟ يعني انا لسه كنت بتكلم مع بنت عندها 20 سنه، ايوه ومخطوبه، وبعتالي مشكلتها على البرنامج، فبقول لها طب هو في ايه؟ شقته موجوده، والراجل شغال شغلانه تمام وكل حاجه. قالت لي اصل هو مش عارفه، بصي يا استاذه ايمان، اصل هو دمه تقيل شويه، اصل هو ما بيتكلمش كلام حلو كتير، اصل هو بس هو بيرفكت. هي تقول لي ده بيرفكت لاي واحده تانية. ايوه طب ما دام هو بيرفكت، تقول لي لا لا انا خايفه اتجوزه واتطلق. طب ليه شبح الطلاق بيبقى العريس كامل متكامل وابن ناس وكل حاجه وهي خايفه تتطلق؟ طب ايه ده؟ ده شفتي بقى، ما هو شفتي بقى، مش احنا اللي بنقول اهو، اه ادي مشاكل فعلا بنقابلها وانا بقابل كتير كده. طب هو انت ليه بتفرض الاسوأ؟ ليه يعني بتفرض الطلاق؟ ما هو ده جواز، خلاص انت رايح تتجوز يبقى بتتجوز، ما تفرضش الطلاق، وخاصة للبنت اللي تكون زي ما حضرتك قلتيها دي حلوة جدا، اللي هو ايه اشتغلت، فهي نزلت وجربت شغل، ايوه تقول لك بالظبط. طب ما انا خليني بقى في شغلي وفي حالي، انا ليه مبسوطه اتجوز بقى. واتطلق؟ ليه بقى، ليه بقى هي اتجوز دي واتطلق؟ المشكلة. طب احنا نرد نقول ايه؟ يعني لما اي شاب اقابله او اي بنت او احنا كاعلاميين، يعني ده دورنا، ازاي نوعي تمام الشباب صح. ان الجواز ده حاجه حلوه، ان لازم يبقى ليك بيت وبيت واطفال، يعني نقول ايه؟ نقول لهم ايه؟ بصي اقول لحضرتك على حاجه، يعني يعني نخف مبدئيا يعني نخفف احنا كلنا بنقول الفوبيا دي، نخففها ازاي بالكلام؟
بصي هقول لك، يعني هو بنزين وكده، الجواز طبعا ده حاجه موجوده وده شرع ربنا وده لازم ودي حاجه حلال وهكذا لك. في معظم الشباب مش هيقتنع بالكلام ده، انا بقول لك الصراحه. لكن اللي هو لو نديت بحياه اللي هي الاستقرار، ان هو الموضوع مجرد حياه عاديه جدا، انت ما فيش اي مشكله عليك سواء ولد او بنت، ما فيش المسؤوليه الفظيعه، ما فيش المخاوف الفظيعه اللي هتقابلك او تقابلك، ده بالعكس ده انت شريك حياه، فهتقابلي شريك حياتك او هتقابل شريك حياتك وهتعيشوا مع بعض حياه كويسه جدا، هتشتغل وتروح وتيجي وتسافر وهي نفس الكلام، من غير ما نحط قدامنا شبح الطلاق او شبح الانفصال. لو عملنا كده وبداوا يقتنعوا شويه بشويه والدنيا تمشي معاهم شويه بشويه، اعتقد ان شاء الله الموضوع يخف ان شاء الله عليه. ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ سامح ناصر، استشاري العلاقات الاسريه. بشكرك جدا يا فندم، ميرسي على مداخلتك معانا.